عائلة تعيش في ظروف صعبة برشا عائلة كاملة في بيت واحدة الراجل مريض بالماكينة المرأة تبيع في الطابونة في الشارع لكن مش خالطة ورغم المساعدة من الجيران والأحباب ما زالت تحتاج المساعدة من فاعلي الخير وهذا اللي نتمناه لها ولصغارها السلام عليكم عسام السلام. أختي أش نحوالي قناة جنوبية برنامج حكاية الليل مرحبا آه قالوا لي الحاله نتاعك ما عندك خمسه صغيرات عندي, خم... عندي سته هما الكبيره معرسه وعندي خمسه بغا صغار عندي سته صغار الكبيره معرسه الكبيره معرسه وعندي خمسه احنا جينايك حبينا حبينا ناخذ كريم مرحبا تفضل تفضل مرحبا لاباس عليك الحمد لله الحمد لله والله شنية. الامور الحمد لله الحمد لله الراجل هو بالمدينة تفضل الراجل بالمدينة خمسة صغيرات أربعة يقراو عندي بنية صغيرة أربع سنين نبيع في شوية بقية في الرامبوا في الكبارية في المرشي، شوية خبز ظروف هكترا عيلة كاملة في بيت واحدة هاك معناها يعني تشوف الحالة الحمد لله عندك تعيشة كيف والله هذيك هي عيشتنا خاطر ما راجلي ما عندوش خدمة قارة كاو عنده برشا من المريض شو باش مريض؟ آه يحسلوا الغاز آه هذاك نتاع الراس ولا شنو يتيح له جبنة معناها يلزموا ديما بالماكينة هك. أوكسيجين أي مشي أعمل ما ينجمش يعمل مام معناها مجهود أكثر من طاقته، ما ينجم ساعات أنا نمشي ونعمك علي، عم علي كحلة، عم علي يعاوننا، فما حبيب ربي زاد في الكبرية يرحم والديهم، الحق العباد تعاوني، لهنا العباد يعاونونا، معناها الحمد لله كل ما ناخذوها هذيكا. تخلصوا عندي الكرني الابيض عندي الكرني الابيض زي ما خاطر انا مريضه وراجلي مريض قالوا لي قالوا لي ما عنديش كرني ابيض انا جيت لا لا عطوه لي شكيت الحق وبحكم راجلي معناها مريض وانا مريضه انا ما نجمش نخدم مريضه وهو كيما معناها يتحرك بحكم صغاري ما تقرا ويلزمني نوكلهم الكبيره معرس الكبيره معرس والاخرى اللي تحت اللي تحتها شيما 12 سنه شاهد 11 سنه ملك وملك توام سبع سنين يقراو سنه ثانيه وعندي بنيه اربع سنين توا مشيت تلعب مع ولد الجار كلهم يقراو هذوما اربعه يقراو والبنيه الصغيره مازالت ما نجمتش نقري وليدي حتى وتيت ولادي ما يقراوش هذيك هي وتيت ما نجمش نقري وليدي يقراو نجاب يجيبوا معدل بيدي. والله هكاك نكذبش عشره حديش هذيك بحكم ما فماش معناها شكون انا مانيش قاريه ما, ما عنديش شكون يقريهم لي بمجهودهم و انا طالبه حاجه واحده طالبه حاجه واحده يعطيني الحاكم بيت باش نرتاح من الكري خاطر معش على الاقل كيريا هنا كيريا خصتني كان جداري كيريا مش مالك صح لا كيريا مره 280 هذه معناها ناخذ ال 200 نتاع الحاكم نتاع الكرني وناخذ فيها 40 دينار على صغاري ونكمل انا 40 دينار ما يجيني وقت الكري نلمهم كان ما يعلم بيا بي ربي. اخوان الماكله والشراب. خاتي الماكله خاتي الشراب خاتي الماء خاتي الضو خاتي كل شيء. شو تعمل فيهم هذوما؟ كيفاش كيفاش تلمهم انت وحدك والصغيرات هذوما؟ ربي معناها كيفاش نلمهم؟ مرات نمشي معناها نتسلف مرات العباد تعاوني معناها ساعات لم خبز معناها يابس ساعات لم شويه بيبس كل مره كيفاه كل مره كيفاه المهم اللي انا في معاك, معاك وليتي معايا بتفيع فما واحدة تمشي مرشي تخدم بنتي دي من وياك ساعات كي هو ما لقته شوية خضرة من المرشي بيعوها كل مرة كيفاه كل مرة كيفية نجيب والدنيا باش نوكل اولادي أنا مشكلتي تعبت، أنا مريضة تعبت، كنت لابيس كنت نخدم نتحرك، توا مرضت ما عادش نجم، أنا ما نجمش أنا الصباح يحب لي ساعة نخرج ولادي للمكتب نرجع نتلهى بالطفلة الصغيرة، أنا نمشي نعاون هذا شوية نحط له معناها الخبز والكل. كان معاون الحمد لله كنا نخدمه توا ما عادش، توا ما عادش أنا وحدي أنا مريضة، أنا كان جيت النجم راني نخدم ما نجمش ما نجمش نتحرك. عندي غصة عندي سكر عندي دم عندي شحم في الدم معناها نصبح تاعبة الصباح يعني الحومة الكل يعرفوني كيفاه معناها تعبت 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 برشا تعبت وصغار تعبت تعبت كان مش الماندل يعطينا فيها الحاكم ومازالنا كي خديناه راهو الكرنينة ورانا عام تا رانا رانا بالحق في الشارع. حبيب ربي عم علينا طلع له الحق ديما كان ماكلة كان حاجة يعاوني زيدا حبيب ربي في الكبارية جيران لهنا الحق برشا برشا كان مش راني مراني طالبة و... بيت طالبة بيت بيت مدة مش حاجة مشيت أما مشيت مشيت قال لي عندك الكارنيو عندك الماندا الماندا راني نخلص بها تصور أنت كان ما نبيعوش طرف تصور أنت تو الشتاء من نجم نبيعوا طرفة الخبز كان ما يعلم بينا ربي أنا نغطو عشتي أنا بعن بعد وأنا نجرو هو مريض ما ينجمش شراو لا يهز لا يتحرك هو عبارة هو معاق راهو الطبيبة كي عطيتني ورقته معاق بشر يلزمو راقد والماكينة هكاك هو مسكين ينحى ويخرج يمشي للمرشى على خاطر ولادو باش يبيع الخبز ذيك باش يوكلهم خاطر انا نهار نصبح لاباس نهار نصبح دايخه كل مره كيفاه هو زيد نهار ينجم يقوم ونهار ما ينجم يبدا هكاك حالتنا على الأخر.